بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم عن الهيموفيسيس. معنى كلمه هيموفيسيس يعني ديفلوبمنت اوف ذا بلاد. الهيموفيسيس هتحصل على مستويين، يا اما في المايلويد تيشو اللي هو البون مارو، يا اما في الساينس. في الساينس هتنتج لي التي ليمفوسايت، بينما بقيه البلاد اليمنتس هتتكون لي في البون مارو. البون مارو بيبقى فيه نوعين، ريد بون مارو ويلو بون مارو. طبعا الانتاج او الهيموفيسيس هتحصل في الريد بون مارو. البون مارو بيتكون من كونكتيف تيشو ستروما وفيكسد اليمنت وفري اليمنت. الكونكتيف تيشو ستروما عباره عن ريتيكولار فريم ورك بيرفوريتد باي ارتريولز باي فينيولز اند بلاد اند باي بلاد ساينوسايت. بالنسبه للبلاد ساينوسايت بتكون الريجولار دايليتد بلاد شانلز، بتكون لاين ويز فينستريتد اندوثيليال سيل وديسكونتينيوس بيزمنت ميمبرين، ولكنها بتكون سبورتد باي ريتيكولار فايبرز. لو بصينا على الفيكسد اليمنت فهي الفايبروبلاست والفات والماكروفاجز والمكونات اللي هي بتكون البون الاوستيوجينيك سيلز والاوستيوبلاست والاوستيوكلاست. هنبص بقى على الفري اليمنت، اكيد هي البلاد سيلز اللي هتبقى منتجه بعد كده. دلوقتي عايزين نبص شويه على الديفلوبمنت اوف بلاد سيلز اللي هي الفري اليمنت. هنتكلم على مستويين، prenatal و postnatal. بيقولك اول حاجة ان في حاجة اسمها primitive mesenchymal cell in the blood island in yolk sac اللي هي احنا بنسميها undifferentiated mesenchymal cell. هتبدأ تديني stem cell اسمها colony forming unit. عشان كده في اي line من اللاينز اللي احنا هنتكلم عنها بعد شوية هيبقى اول كلامنا colony forming unit اللي جايه من الاندفرنشيتد ميزنكايمال سيل. طيب احنا قلنا هنتكلم على مرحلتين، البرينيتال هيموفيسيس والبوستنيتال هيموفيسيس. برينيتال هيموفيسيس بيمشي على 3 خطوات. اول مرحله هي الميزوبلاستيك فيز، ودي عباره عن 2 ويكس افتر ذا كونسبشن ان يوك سيك. بعد الميزوبلاستيك فيز بنبدا مرحله الهيباتو سبلينيك فيز. الهيباتو سبلينيك فيز بتبدا افتر سكند انترايوترين مانث، بعد شهرين من الحياة في الرحم. المرحلة الثالثة بتبقى المايلويد فيز، ودي بتحصل في آخر شهور الحمل in late intrauterine months. طبعا أثناء بقى البيرس الليفر والسبلين هيبطلوا ان هم يعملوا الهيموفيسيس، وهيبقى الاعتماد الأساسي على البون مارو إلا في حالات الاحتياج ان هم يشتغلوا. بيقول لك في نوت بوك، after birth the developing blood cells are in various stages of development in the bone marrow. يعني لو احنا بصينا بعد اما الجنين اتولد، لو بصينا على البون مارو بتاعه هلاقي اكتر من مرحله. هلاقي عنده stem cells، هلاقي عنده حاجه اسمها progenitor cells، وهلاقي عنده precursor cells. طيب بالنسبه للستم سيل اللي هلاقيها في البون مارو، يعني في لسه جديد وفي خلاص وصل لمرحله من التطور وفي خلاص وصل لمرحله تطور اكبر. الستم سيل اسمها بلوري بوتنشال هيموبويتيك ستيم سيل اللي احنا كنا بنبدا بيها برضو، اللي هي بلوري بوتنت ستيم سيل. البلوري بوتنت ستيم سيل دي ليها كاركترستكس، ليها مميزات. اول حاجه عندها لو مايتوتيك ديفيجن، ولكنها تتميز بهاي سيلف رينيول. في الشكل بتاعها بتشبه السمول ليمفوسايت وبتستجيب للجروس فاكتورز. وطبعا احنا عارفين بعد pluripotent بنخش في مرحلة حاجة اسمها multipotent. المultipotent عندنا يا اما هتكون multipotential lymphoid cell اللي هي هتديني colony، بعد كده يعني هتديني colony forming unit L اللي هتديني حاجات lymphoid tissue، بعد كده هتديني B lymphocyte و T lymphocyte و natural killer. لو بصينا على الناحية التانية هلاقي multipotential myeloid. احنا اتفقنا كلمة myeloid تعني بون مارو. المالتي بوتنشال مايلويد سيل بعد كده هتديني الكولوني فورمينج يونت اس اللي هي جايه من سبلين، اللي بعد كده هتديني مكونات باقي المكونات اللي هي الار بي سيز والجرانيولوسايت والبليتيت والمونوسايت. طيب بيقول لك افتر مايتوزيس بارت اوف ذا مالتي بوتنشال سيل ريمين از ستيم سيل اند ذا اذر ديفرنشييت تو بريجنتور. يعني يعني حابب يتنوهم مالتي بوتنت عشان يكملوا بعد كده مراحل جديده من الانتاج، وحابه بيتحولوا لبروجينيتور، يعني حابه عشان يدوني اكتر وحابه خلاص بيتطوروا للبروجينيتور. طب ايه هي البروجينيتور سيل؟
قالك دي تعتبر single cell line اللي هي مثلا colony forming unit، وقول الحاجة اللي انا هتعملها للكولوني، بس دي تتميز انها ليها limited capacity to self renewal، وتتميز بانها عالية في الميتوتيك activity. بعد البروجينيتور بنخش على مرحلة البريكيرسور سيل اللي غالبا بطلق عليها اسم حاجة بلاست. طب دي تتميز بايه؟ تتميز انها ليها distinct morphological characters، يعني بيبقى لها يعني مثلا تبقى حاجة جرانولوسايت بيبدأ يظهر لها specific granule، يعني بتبقى واخدة شوية من distinct، يعني ليها خصائص مميزة ليها، بس ملهاش self renewal، no self renewal. طب دلوقتي هنتكلم عن اول حاجة اللي هي erythropoiesis. انت عندك كل يوم 1 trillion RBCs بتبقى جاية تتجدد في جسمك. طيب احنا دلوقتي هنمشي في مراحل الهيموبويسس، هنتفق على مبدأ اول حاجة هنمشي فيها هي ستيم سيل، بعد كده هنقول البلوري بوتنشيال، بعد كده هنقول المالتي بوتنت او المالتي بوتنشيال، بعد كده هنقول البروجينيتور، وبعد كده البريكيرزر، وبعد كده يا اما مرحلة ما قبل النورمال او النورمال. فبالنسبة للإريثروبوليسس انتاج الار بي سيز، هنلاقي الستيم سيل قلنا من الاول بقى خالص اللي هنبدأ بالاندفرانشييتد ميزينكايمال سيل اللي اتطورت وادتني كولوني فورمينج يونت، مرحلة البلوري بوتنشيال اللي هي بلوري بوتنشيال هيماتوبويتك ستيم سيل، هيموبويتك ستيم سيل، بعد كده مرحلة المالتي بوتنت. طبعا الإريثروسايت بتيجي من المايلويد اللي كان اصلا المالتي بوتنت بتاعته اسمها ايه؟ كولوني فورمينج يونت اس اللي جاي من السبلين، هي دي المالتي بوتنت مايلويد. في الإريثروبويسس بيحصل حاجة اسمها بيرست فورمينج يونت إريثروسايت، بيحصل زي انفجار بحيث ان هو يديني عدد كبير من خطوط الانتاج لأكتر من حاجة، عشان احنا مش بناخد ار بي سي زي واحدة، احنا بننتج عدد كبير جدا منها. طيب بعد ما حصل الانفجار هيحصل مرحلة البروجينيتور، والبروجينيتور هتبقى كولوني فورمينج يونت اي، بعد كده هنخش في مرحلة البريكيرزر اللي هي في الار بي سيز واخدة اكتر من شكل، يا اما برو اريثرو اول واحدة يعني برو اريثرو بلاست، بعد كده هنخش في البيزوفيل اريثرو بلاست، بعد كده بولي كروماتوفيل اريثرو بلاست، مرحلة اخر حاجة في البريكيرزر اللي هي نورمو بلاست، بعد كده بنخش في حاجة اشبه بالطبيعي، الاشبه بالطبيعي اللي هي النورمو بلاست. بعد النورمو بلاست هنخش في الريتيكولوسايت اللي هي بتبقى اشبه بالطبيعي او اشبه بالار بي سيز بس بتبقى اكبر منها شوية، بعد كده هنخش بقى في الاريثروسايت اللي هي الار بي سيز الماتيور العادية. هنبدأ نتكلم عن كل واحدة بالتفصيل. هنلاقي في البرو إريثرو بلاست اللي هي من البريكيرزرز هنلاقيها 17 ميكرومتر، بتكون بيزوفيليك سيتوبلازم نتيجة لوجود الريبوسوم والبوليسوم، تبقى تتميز بلارج بيل نيوكليوس وستو نيوكليولاي. لو بصينا على الصورة في الكتاب هنلاقي الكلام ده سهل، الصورة بتصف الشكل. بعد كده بعد البرو إريثرو بلاست هنلاقي بيزوفيل إريثرو بلاست، البيزوفيل بتكون سمولر يعني حوالي 14 ميكرومتر بالنسبة للسايز، عشان نحفظه هنلاقيه بيقلل 3 كل شكل، يعني 17 14 11 8 بيقلل 3. فالبيزوفيل إريثروبلاست بتبقى سمولر 14 ميكرومتر، بتبقى ديبلي بيزوفيليك، وبتبقى سمول نيوكليوس وزنو نيوكليولاي سين، ما اقدرش اشوف النيوكليولاي. بعد كده دخلنا في البولي كروماتوفيل إريثروبلاست، بتكون سمولر اقل وبيبقى الدايمتر بتاعها 11 ميكرومتر، بيبقى فيها حاجتين، الهيموجلوبين مع الريبوزومس المديان لون ازرق على احمر، فيبقى اسمها بولي كروماتوفيل، بيبقى يعني الالوان فيها مختلطة مع بعضها. بعد كده بيبقى عندها سمول نيوكليوس وديبلي ستيند هيموجلوبين. النورموبلاست تتميز انها تكون اصغر 8 ميكرومتر، تتميز انها عندها اسيدوفيليك سيتوبلازم، عندها هيموجلوبين، وبتتميز ببيكلوتيك نيوكليوس، بتبقى اكسترودد بعد كده
وتتاكل بالماكروفاج. الريتيكولوسايت قلنا انها بتبقى اشبه بالطبيعي، يعني الفرق بينها وبين الاريثروسايت انها بتبقى سلايتلي لارجر، والسيتوبلازم ستيل ريتين سام بولي رايبوزوم which appear as spot or seeds، يعني لسه عندها شويه بولي رايبوزومز بتبقى واضحه زي ما تكون خيوط او سبوت. نسبتها في البلاط بتاعي ما بتتعداش 1.5%، بتزيد مثلا في حالات الهيموريج، يعني مع كده ان البول مارو شغال اكتر وبيطلع لي ار بي سيز كتير لو نسبتها زادت. الكمبليت ماتوريشن بتاعها بيحصل في حوالي من 24 ساعه ل 48 ساعه. بعد كده اخر حاجه هي الاريثروسايت العاديه اللي هي الدايمتر بتاعها 7.5 مايكرومتر. طيب بعد كده هنخش في الجرانيولوبويسس. الجرانيولوبويسس برضو ليها نفس المراحل بتاعتنا، ستيم سيل، بلوري بوتنشال، مالتي بوتنت، البروجينيتور، البريكيرسور. الستيم سيل زي ما قلنا برضو بنبدا بالاندفرنشيتد ميزينكايمال سيل، بعد كده الكولوني فورمينج يونت، نخش في البلوري بوتنشال بتبقى بلوري بوتنشال هيماتوبويتيك ستيم سيل، بعد كده المالتي بوتنت طالما احنا في مكونات البلد مش لينفوسايت يبقى كولوني فورمينج يونت اس، بعد كده البروجينيتور اللي هي كولوني فورمينج يونت جرانيولوسايت مونوسايت. البريكيرسر، البريكيرسر هنتفق على مبدا طالما احنا هنشتغل في جرانيولو كويسس يبقى هنقول مايلو. مايلو جايه من ايه؟ من البون مارو، فحاجه اسمها مايلو بلاست، بعد كده برو مايلو سايت مايلو سايت، يبقى بلاست برو سايت سايت. ده الترتيبه دي هنمشيها بعد كده للاخر، يعني هنكمل بيها، بس بنبدا بايه؟ بمايلو بلاست، بعد كده برو مايلو سايت، بعد كده مايلو سايت. الفرق في الجرانيولوبويسس برضو، يعني اذا كان في الاريثروبويسس كان في حاجه اسمها بريست انفجار، هنا بقى هيبقى في حاجه اسمها ميتا مايلو سايت. ميتا مايلو سايت بيجي بعدها الاشكال بقى بتاعت الجرانيولوسايت، يا اما ايزينوفيل يا اما باند نيوتروفيل ونيوتروفيل يا اما بيزوفيل. عشان كده طالما ابتدينا ندي اكتر من خط انتاج هنلاقيه في الكتاب او في الرسمه اللي هو رسمها عامل لك تفرع كده، ان هي بعد المايلوسايت في ميتا مايلوسايت، بعد كده كل شكل خاص بيها. طيب لو كلمنا عن المايلوبلاست هنلاقيها نون جرانيولار، ما فيهاش جرانيولز، بيزوفيلك سايتوبلازم. تمام، هنخش على البرومايلو سايت هلاقيها ابتدى يظهر فيها الازوروفيلك جرانيولز، وهلاقيها لارجر ان دايامتر، يعني احنا دايما لما بننزل في خط انتاج الدايامتر بيقل، هنا الدايامتر كبر فبقت لارجر ان دايامتر اباوت 20 مايكرومتر. ابتدينا نقسم مايلو سايت 3 مرات علشان ابتدت يظهر سبيسيفيك جرانيول، وطالما ظهر سبيسيفيك جرانيول معنى كده ان انا يا اما هبقى ايزينوفيل يا اما هبقى نيوتروفيل يا اما هبقى بيزوفيل، فمعنى كده ان انا همشي خط من 3 خطوط. فمايلو سايت تتميز ببدايه ظهور الجرانيولو سايت وهتفقد عمليه الميتوزيس. بعد كده الميتا مايلو سايت، بعد كده السبيسيفيك بقى الاشكال السبيسيفيك في كل خط. هنيجي نبص على انتاج التي لينفوسايت والبي لينفوسايت والمونوسايت والبليتلت. احنا قلنا هنمشي بقى ده كله اسطمبه واحده فهتبقى الكلام سهل. ستيم سيل اللي هي اندفرنشيتد ميزينكايمال سيل، بعد كده كولوني فورمينج يونت، بعد كده البلوري بوتنت اللي هي بلوري بوتنشال هيماتوبويتيك ستيم سيل، بعد كده المالتي بوتنت اللي هي تبقى كولوني فورمينج يونت ال واي، يعني عشان احنا دلوقتي في التي لينفوسايت فهنديني من الليمفويد مش من السبلين اللي هكمل معاه المايلويد، فتبقى كولوني فورمينج يونت ال. بعد كده البروجينيتور هتبقى كولوني فورمينج يونت تي، مميز لكلمه بروجينيتور كولوني فورمينج يونت، والحاجه اللي انا هوصلها في الاخر. وكنا اتفقنا من اول الجرانيولوبويسس ان احنا هنمشي بمبدا بلس برو سايت سايت، فتبقى تي لينفو بلس دي بتبقى لارج بتعمل مايجريشن تروح للسايمس، بعد كده البرو لينفوسايت والتي لينفوسايت. نفس الخطوات بالنسبه للبي لينفوسايت، ببدا بالستيم سيل اللي هي اندفرنشيتد ميزينكايمال سيل اللي بتتحول لكولوني فورمينج يونت زي ما اتكلمنا في البرينيتال هيموفيسيس،
بعد كده البلوري بوتنت اللي هي بلوري بوتنشال هيموفيليتك ستيم سيل، بعد كده المالتي بوتنت اللي هي برضو هنا كولوني فورمينج يونت ال، بعد كده البروجينيتور اللي هي كولوني فورمينج يونت بي، بعد كده البريكيرزر اللي هي دايما بتتميز بكلمه بلاست اللي هي بي لينفو بلاست، بعد كده البرو برو لينفوسايت. والبرو لينفوسايت هنا بقى يا اما تديني ناتشرال كيلر يا اما هتديني البي لينفوسايت. وبيقول لك معلومه ان الماتيور بي اند تي لينفوسايت جو تو ذا بريفر. نبص على المونوسايت هنلاقيها برضو بنبدا بمرحله الستيم سيل اللي هي اندفرنشيتد ميزينكايمال سيل، بعد كده كولوني فورمينج يونت، بعد كده البلوري بوتنت اللي هي بلوري بوتنشال هيموفيليتك ستيم سيل، بعد كده المالتي بوتنت اللي هي كولوني فورمينج يونت اس، عشان احنا دلوقتي تبع المايل بلاست يعتبر يعني مش من تبع الليمفو الليمفويد تيشو، فبتديني كولوني فورمينج يونت اس، بعد كده البروجينيتور اللي هي كولوني فورمينج يونت مونوسايت، بعد كده البريكيرزر اللي هو المونوبلاست، بعد كده برومونوسايت مونوسايت زي ما احنا اتفقنا على الماده اللي هنشرحها. نبص على البليتلت برضو الستيم سيل اندفرنشيتد ميزينكايمال سيل هتديني كولوني فورمينج يونت، بعد كده البلوري بوتنت سيل اللي هي بلوري بوتنشال هيموفيليتك ستيم سيل، بعد كده المالتي بوتنت اللي هي كولوني فورمينج يونت اس، بعد كده البروجينيتور اللي هي كولوني فورمينج يونت ميجا كاريوسايت اللي هي الام الكبيره اللي هتبدا تعمل تتقسم لسيجمنتس بعد كده يعني تديني بليتلت. المهم البروجينيتور هنا كولوني فورمينج يونت ميجا كاريوسايت، بعد كده الميجا كاريوبلاست اللي هي بريكيرزر، بعد كده ميجا كاريوسايت هنا مفيش برو، بعد كده ابتدت تتقسم وتديني البليت. بيقول لك في الميجا كاريوسايت بيحصل عمليتين مهمين اللي هي البوليبلويدي يبدا يحصل دوبليكيشن في الدي ان ايه من غير ما يحصل ديفيجن، والاندو مايتوزيس اللي هي مالتيبليكيشن دي ان ايه وزود ديفيجن. كده احنا عملنا تلخيص سريع للهيموفيليسيس، اتمنى ان الشرح يكون مبسط وسريع. ممكن يعني تسمعوا التسجيل بالراحه وتكتبوا الخطوات بحيث ان يعني تلخصوا الهيموفيليسيس ويكون بإذن الله سهل. شكرا لكم.